السلام عليكم. ما من مقاومة في العالم إلا وتقاوم من أجل حياة الشعب. المقاومة لا تحارب ثأراً، بل تضع حداً للثأر الذي ينمو على حساب العدالة، كما تحدثنا السلوكيات على الأرض من أجل استعادة الدولة كمشروع حياة. هكذا يقول المتابعون لمجريات الأحداث في البلاد. في بلادنا على سبيل المثال، كان مشروع استعادة الدولة والشرعية هو اللافتة العليا للمقاومة. يوماً بعد آخر يتناغم سلوك المقاومة مع العنوان الكبير لمشروع الدولة كمشروع حياة. هنالك إخفاقات وقصور، صحيح، لكن في المجمل هنالك سلوكيات واضحة. لكن هل تكفي صورة جيدة لتعكس الهدف العام للمقاومة التي التف حولها كل أبناء الشعب لاستعادة دولتهم المخطوفة، ونتغافل عن بعض الإخفاقات على صغر شأنها؟ بالمقابل أيضاً، هل هنالك تجسيدات للقيم من خلال سلوك المقاومة ومن خلال خطابها؟ هل هناك ما يعكس هذه القيم المتعلقة بمشروع الحياة والدولة؟ وما هي الدلائل التي تعكس أن المقاومة مشروع حياة ودولة بالفعل؟ إذا ما وضعنا سلوكيات المقاومة وسلوكيات الميليشيا في الميزان أمام الرأي العام، وكيف بالإمكان تجنب المحاذير والاختراقات التي قد تحدث في صفوف المقاومة؟ وكيف تحمي المقاومة والجيش الوطني مشروعهما النضالي لصالح مشروع الدولة؟ تساؤلات ونقاشات نضعها على طاولة المساء اليمني لهذه الليلة. تقرير ثم نعود إليكم. صاحب هذه الصورة قيادي في المقاومة ويدعى خالد الأقرع من قبائل ناهم. داهم الحوثيون قريته في قروة قبل أشهر وفجروا منزله. عاد خالد قبل أيام مع قوات الجيش الوطني مكللا بالنصر ليقف حارسا أمام منزل الرجل الذي فجر بيته. وحدها الحقائق على الأرض، من تصدق أو تكذب ما يصدر عن المرء، هكذا قال قيادي آخر في المقاومة. يعود المقاومون إلى مناطقهم المحررة وهم مثخنون بجراح الحرب وأوجاع التهجير والإذلال المتعمد الذي مارسته الميليشيا ضدهم. أكثر من عام مر على انقلاب الحوثي وصالح على الدولة، كان للحرب تركتها الباهظة الثمن على أرواح اليمنيين ومدنهم المدمرة. ما خلفته الميليشيا وراءها من البيوت المدمرة والألغام المزروعة والندبات المتروكة على النفوس يصعب ترميمها. تؤمن المقاومة، أو هكذا يفترض، أن محاربة الوحوش لا يعني بالضرورة التحول إلى وحش، وأن للحروب أخلاقها، خاصة حين لا تكون خيارا يمكن تأجيله بلا واقع مفروض لاستعادة الدولة من بين أنياب الانقلاب. ولا غاية للجيش الوطني والمقاومة غير الدولة، أما البقية فهي تفاصيل جانبية. تحضر الجمهورية وخطابها الثوري القائم على قيم صاغها الثوار الأوائل، ويرافق صوت الأيقونة الثورية أيوب طارش تحركات الجيش الوطني والمقاومة في مختلف محطاتها. ظهر جليا اختلاف التعامل بين الجيش الوطني الذي استعاد السيطرة على مناطق واسعة من البلاد دون أن يسجل ضده القيام بارتكاب أي جرائم بحق معارضيه، كما كانت تقوم به الميليشيا الحوثية التي فجرت ودمرت مئات المنازل وشردت واختطفت آلاف السكان. ولم يعترض أي فصيل من المقاومة على حضور الدولة في المناطق المحررة، وهو ما يرسخ في أذهان الجميع أن المقاومة ليست ميليشيا ولا تسلك مسلكها. أرحب بضيوفي عبر هذه الحلقة مشاهدينا من تونس، الدكتور معن دماج مدرس علم الفلسفة بجامعة صنعاء وسيكون معنا عبر سكايب، وعبر الهاتف الشيخ أحمد الشليف أحد رجال المقاومة من مأرب، وكذلك الأستاذ عدنان العديني نائب رئيس دائرة الإعلام بحزب الإصلاح من الرياض. ونبدأ معك أستاذ عدنان، مساء الخير. مساء النور أستاذ عدنان. يعني كما تحدث، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بك أستاذ عدنان. كما شاهدنا في التقرير كيف أن الشاب المقاوم الذي ذهب والتحق بالمقاومة عاد ليحمي دار من فجر بيته. يعني المقاومة لا تحارب ثأرا، وإنما تضع حدا للثأر كما يقال. هل بالفعل هذا ما تجسده المقاومة على الأرض برأيك؟ نحن نراقب سلوك المقاومة منذ البدايات. المقاومة واضح أنها تشتغل منظومة أخلاقية
صحيح منظومة أخلاقية ومسودة قيمية تحركها وتدفعها بمواجهة الحوثي والانقلابيين بشكل عام. هذه المسودة الأخلاقية تظهر في مجموعة السلوك الذي يظهر من مجموعة الأفراد في الحركة على الأرض. نحن نلاحظ أن هناك تعالي على الجراحات، نلاحظ أن هناك سمو في الأخلاق، نلاحظ أن المقاومة لا تسأر، هي تريد في الحقيقة، وهذا ما نريده منها، هي تريد أن تنجز مهمة تاريخية تجعل هذه الحرب آخر الحروب، ليست الحرب التي هي مفتتح للثارات، بل الحرب التي توقف هذه الثارات، ولذلك هي تسمو فوق كل الجراحات وتقدم إلى الأمام بروح وطنية، لا تنطلق من العصبوية الصغيرة، هذا ما لاحظناه. المقاومة ينجزها الآن مجموعة من كل يتوزعون على كل المحافظات اليمنية، لا تتنا محافظة إلا وفيها شهيد وجريح. هذه التركيبة الوطنية للمقاومة تشير إلى 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 الوجهة الوطنية في الحقيقة التي تتجه إليها، وهي أنها تريد دولة على مقاس هذا الوطن، لا تريد سلطة على مقاس الفئة ولا القبيلة ولا العشيرة ولا المنطقة. هذا الأمر مبشر جدا، ونحن في الحقيقة نتمنى على المقاومة فعلا أن تستمر فيه وأن لا تحيد عنه وأن لا يغيب عن نظرها مثل هذه الأهداف الكبيرة التي ستجعل من هذا الفعل حدث فارق وتاريخي ويستطيع أن يراكم الأعمال النضالية في اتجاه بناء الدولة. نعم، طيب هذه السلوكيات أستاذ عدنان ما علاقتها بمشروع الدولة الذي يقال أنه يعني سيميز المقاومة عن الميليشيا؟ الميليشيات في الحقيقة هي مجموعة من العناصر التي انتهنت القتل وتنطلق من العصبوية الصغيرة، هي انطلقت من صعدة وإليها ستعود، يعني من منطقة في صعدة ليست في لا تنتمي لكل الجغرافيا اليمنية، في حين أن المقاومة انطلقت من جميع المكونات اليمنية، من جميع الشرائح اليمنية بدون استثناء، ومن جميع الأرض اليمنية، هي انطلقت من فوق التراب اليمني في كل الأراضي اليمنية، وبالتالي فإن الدولة في الحقيقة هي تقوم على هذا المقاس. الدولة التي ينجزها الرجال من كل المناطق اليمنية ستقوم بالتأكيد على المقاس الذي حددوهم حين انطلقوا من كل هذه المناطق، لكن الأفراد الذين انطلقوا الميليشيات حين تنطلق من فئة واحدة أو من منطقة واحدة هي بالتأكيد ستصنع السلطة على مقاس هذه الفئة أو على مقاس تلك الجغرافية الصغيرة. أما هؤلاء فالواضح يعني كما هو معلوم لا يعني جبهة مارد ستجدين من أبناء تعز ومن أبناء الجوف ومن أبناء ريمة ومن أبناء كهامة ومن أبناء عدن ومن أبناء الشبوة، كلهم هؤلاء يعني يشاركون جنبا إلى جنب وفي صف مرصوص لمواجهة العدوان الذي العدوان على الشعب من قبل القوى الانقلابية. نعم، إذن ابقى معنا قليلا أستاذ عدنان، يعني نذهب للدكتور معن دماج ولكن عبر الهاتف. مساء الخير دكتور معن. مساء الأنوار، أهلا وسهلا دكتور معن. يعني كنا نتحدث مع الأستاذ عدنان عن علاقة المقاومة بمشروع الدولة، ما هي هذه العلاقة من وجهة نظرك؟ والله هو في البداية مثل كل الثورات الخيار الأقرب للناس والثوار دائما هو محاولة الإصلاح ضمن أجهزة الدولة وضمن الدولة القائمة. نعم، الخبرة التاريخية تكشف أنه دائما ما يصاب هذا الخيار بالفشل، لأنه الناس في الواقع لا يواجهون سلطة ولكن يواجهون دولة، لأنه في الواقع الدولة ليست كيانا محايدا. الدولة وإن كانت في جانب منها تعكس ربما طبيعة الأمة والشعب، لكنها تعكس أيضا طبيعة المصالح الاجتماعية والطبقية والفئات الحاكمة والمهيمنة. وبالتالي المطلوب من أي ثورة، وهي بغض النظر عن إرادتها، أنها تجد نفسها أمام مسؤولية وأمام إرادة إعادة تأسيس الدولة، أو بالأحرى إعادة تكوين الدولة على أساس مصالح اجتماعية واقتصادية جديدة، بناء أجهزة الدولة، أجهزة الأمن والشرطة والجهاز الإداري والقضاء والإعلام، وأساسا الخيارات الاقتصادية والاجتماعية على أساس جديد يعكس مصالح الفئات المنخرطة والمشاركة بشكل رئيسي في الثورة. نعم. هذا طبعا الأمر تم في كل البلدان العربية بمستويات مختلفة، واكتشفت كل الشعوب العربية وهي تكتشف يوما عن يوم، تكتشف أن محاولة إسقاط رمز السلطة أو رئيس الدولة أو الحكومة مع بقاء نفس الأجهزة الأمنية والقضائية والإعلامية والاقتصاد
والجيش في الواقع ما سرعان ما يعود النظام الذي أخرجوه الناس بالشارع ومن النافذة أو من الباب، سرعان ما يعود من النافذة، سواء عبر استراتيجية الحرب الأهلية التي تبعت في اليمن عمليا أو في مصر بشكل جزئي، أو حتى عبر تنظيم انتخابات شكلية كما حدث في تونس، سرعان ما أعادت النظام القديم. نعم. وبنفس المصالح الاجتماعية والاقتصادية، ويجد الشعب نفسه مرة أخرى أمام نفس النظام، نفس المصالح الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي الحقيقة الموضوعية التي هي أمام الشعب اليمني الآن هي كيف يبني دولة وكيف يبني مؤسسات دولة بمعايير مختلفة، وهذه المعايير تتضمن تغيير طبيعة علاقة أجهزة الدولة بالمواطنين، وتضمين مصالح اجتماعية أوسع، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والاقتصادية، وتحويل الثروة الوطنية إلى ثروة مشتركة بين السكان وبين المواطنين. وأنا أتصور أنه المطلوب من المقاومة، وعلينا أن نفهم أنه في الحرب ضد الميليشيات وضد التحالف الصالح الحوثي هناك معسكر مختلف وبمصالح مختلفة. لا نستطيع أن نوحد بين مشروع السعودية والتحالف العربي وبين المقاومة الشعبية، ولا حتى بين المقاومة الشعبية وبين أجهزة دولة الرئيس هذه. في الواقع هناك أيضا في معسكر المقاومة تيارات مختلفة وهناك مصالح مختلفة، وبالتالي السعي لمحاولة أو لضرورة هيمنة التيارات الثورية والشعبية والراديكالية داخل معسكر المقاومة مسألة أساسية. طيب دكتور، يعني اسمح لي حتى لا أفقد الفكرة، يعني سأعود إليك عند نقطة المقارنة أو الفروقات بين المقاومة والجيش الوطني، ولكن بعد أن أعود للأستاذ عدنان العديني. أستاذ عدنان، يعني كيف يمكن أن تكسر المقاومة الصورة في ذهنية الناس، صورة نمطية أن بعض الناس طبعا بأن المقاومة تشابه الميليشيا لمجرد حملها للسلاح؟ الدولة التي نبحث عنها والتي تحدث عنها الدكتور مان هي دولة ليست موجودة، ولأنها ليست موجودة هي قضية نضالية في الواقع، قضية نضالية للناس البسطاء الذين اكتشفوا أنهم بدون غطاء وأنه لا سلطة لديهم تمثلهم. هذه الطبقات المسحوقة والمهمشة والمستبعدة والناس الفقراء هم الذين ينجزون الثورات من أجل السلطة التي فعلا تضمن حقوقهم وتستطيع أن تدمجهم في الحياة السياسية وتضمن أن تبقى إرادتهم هي الإرادة الأعلى في البلد عبر الانتخابات والعملية الديمقراطية. نعم. في الحقيقة أمام المقاومة الآن مهمة ليس فقط إسقاط الانقلاب بل وأيضا التأسيس لهذه السلطة ذات القاعدة العريضة التي هي معنى في رؤوس الناس، وايضا يجب ان تتشكل كأجهزة سياديه. يعني مثلا مؤسسه الجيش لا يجب ان نسمح بان يعاد تشكيلها عصبويا او من جهه واحده او من منطقه واحده، يجب ان تكون المعايير في بناء الجيش والمؤسسات السياديه العامه للدوله معايير وطنيه، لا يجب ان نسمح، وهنا يجب ان تكون المقاومه يقظه في هذه النقاط، لاننا انجزنا الوحده وتحاربنا بعدها، ولاننا انجزنا الثوره وتحاربنا بعدها، وكان السر في ان المؤسسات السياديه لا تحصل على الحق الكافي على المقدار الكافي من البناء الوطني الذي يجعلها فعلا تنتمي للدولة لا للنخبة، تحمي إرادة الشعب لا إرادة الحاكم. نعم. لدينا مهمات جسيمة، يفترض أن المقاومة لا تقف عند مستوى فقط إسقاط الانقلاب بل تتعداها الآن إلى مسألة بناء الدولة بالمعنى الصحيح، بمعنى أنه لابد أن يكون هناك مؤسسة سياسية لا يتدخل فيها الحاكم مهما كانت شرعية الانتخابية، لا يوظفها في صراعاته السياسية، وفي نفس الوقت يجب أن تكون حذرة من الهوية الصغيرة وأن تقع فيها، لا يحق لرجال المعارضة في المستقبل أن يستخدم الهوية الصغيرة في صراعاته السياسية مهما كانت مظلوميته. نحن وقعنا في فخ رجل السلطة عندما يستخدم المؤسسات السيادية بدعوى أنه صاحب الشرعية، وفي فخ رجل المعارضة عندما يستخدم الهوية الصغيرة من طائفة وقبيلة ومذهب مهما كانت مظلوميته. هذه الأمور يجب أن تكون محسومة، لا يوجد لدينا إلا الهوية الوطنية التي ننطلق منها وإليها نحتكم، وأيضا
مؤسسات سيادية مفتوحة أمام كل أبناء الوطن. لا يجب أن تغلق مؤسسة الجيش أمام محافظة أو فئة، لا يجب أن تكون المؤسسات الأمنية، هذه الطبقة يفترض أن تكون أيضا ضمن مصفوفة كاملة تفكر في المقاومة، وهي الآن تنجز العملية الأولى لإسقاط الانقلاب. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ عدنان العديني، نائب رئيس دائرة الإعلام بحزب الإصلاح، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك دكتور معن. دكتور معن، أنت كنت تتحدث عن أن هناك فروق، أو علينا أن نفرق بين جيش الوطني أو التابع لشرعية هادي، وبين أيضا المقاومة، وبأن المقاومة أيضا هناك بداخلها كثير من الهويات المختلفة. أيضا تحدث الأستاذ عدنان عن يجب ألا نقع في فخ الهويات الصغيرة التي تنشأ داخل هذه التجمعات. حدد لنا بالضبط ما هي هذه الفروقات التي تجدها بين الجيش الوطني والمقاومة إذا ما كان الهدف مشترك. هو حتى على مستوى الجيش في الواقع، يعني الناس وأعوان صالح في المناطق في العادة لتبرير تعاونهم مع الميليشيا بالذات خارج الحاضن الطائفي للميليشيا الحوثية، دائما ما يبررون ذلك بأن هذه أجهزة الدولة وهذا الجيش وهذا الأمن، لأن الجيش والأمن بني بطريقة خاصة وبقى على ولاءاته الغالبة. طبعا الجزء القيادي والمؤثر في الجيش بقى على ولائه لعلي عبد الله صالح. التغييرات الشكلية في رأس المؤسسة العسكرية كانت شكلية وسطحية ولم تبدل من طبيعة الجيش ولا من ولاءاته، وذلك لأن كل مؤسسات الدولة ليس في العادة ليست مؤسسات محايدة، مؤسسات الدولة تعكس الانقسام الاجتماعي وهي تمثل مصالح اجتماعية وطبقية، وإن كان الوضع في الجيش عادة أفضل من الأمن والقضاء. المسألة أنه حتى داخل وحدات القتال الآن التي تشارك في القتال ضد تحالف صالح الحوثي هناك مستويات مختلفة. هناك الوحدة العسكرية الضالعة مع قوات التحالف، وهناك الوحدات التي أنشئت بطريقة أستطيع أن أصفها بأنها ثورية وأنها مقاومة أساسا. يعني ما حدث في تعز، ما حدث في اللواء 35 من قبل العميد الحمادي كان يمثل شكل من أشكال المقاومة العسكرية، من أشكال المقاومة الوطنية العسكرية، لأنه حصل أنه حدث تنظيم جزء من قوات ووحدات الجيش الأساسية ورفضت أن تخضع للقيادة الإنقلابية وبدأت تقول قبل أن تتسلم في الواقع أي مساعدة أو أي دعم من الرئيس هادي أو من قوة التحالف. هذا الشكل مهم وينبغي البناء عليه لأنه يعبر عن تجذر اجتماعي حقيقي. وحتى في القتال في مناطق كثيرة من تعز يبدو تنزل الغربية في تعز من أضعف الجبهات من الناحية العسكرية، ربما تملك 4 دبابات وبضع مدرعات، لكن الميزة في أدائها أنها تقاتل مستندة إلى عمق شعبي، وأنها تقاتل مندمجة مع السكان في المناطق بالذات مناطق الحجرية. وبالتالي المطلوب البناء على هذا النظام، لأنه الجيش الذي سيؤسس الآن هو الذي سيتحكم في طبيعة المؤسسة العسكرية في المستقبل. دكتور، هل تقصد بالعمق الشعبي؟ نعم. العمق الجمهوري؟ أنا أقصد أنه الذي يقاتل هم أبناء المناطق وأبناء القرى، وهم مندمجين مع الوحدة العسكرية ويقاتلون مع أسرهم وداخل مناطقهم، وهم مستندين إلى تغطية اجتماعية وإلى قبول شعبي وإلى ترحيب وإلى احتضان، وليس كوحدات نظامية فقط. هذا القتال بشكل شعبي هو ما يعني بالمقاومة الشعبية، لأن العمل العسكري شيء والمقاومة الشعبية أمر آخر. الذي يحدث في مناطق تعز بالذات في مناطق الحجرية وفي مدينة تعز أن القتال وآخر طابع شعبي، كثيرين لا يعجبهم الأمر ويريدون وحدات قوية، وكلما تحصل انتكاسة يبيضون أعينهم ويطالبون تدخل قوات التحالف. وهذا في الواقع هذا الأفكار ليس لها علاقة بالمقاومة الشعبية، هؤلاء في الواقع هم يساندون قوات التحالف العربي بقيادة السعودية ويريدون أن تحسم الأمر وتسلم السلطة. طبعا طبيعة الشعب رجاء محكومة أول شيء للمركز الإقليمي السعودي ولمراكز القوى التي هي تمثل دولة هادي وبعض القوى اللي كانت جزء من الحكم السابق، لكن الوحدات العسكرية التي مستندة إلى أبناء القبائل والفلاحين والتي تقاتل في مناطق والتي عندها برنامج أيضا سياسي واجتماعي. النقطة العيبة الكبيرة إلى الآن في المقاومة الشعبية
أنها لا تقدم نموذج أفضل للحكم في المناطق الذي تخضع لسيطرته. نعم. ما الذي يمنع أن أبناء الفلاحين والمواطنين في القرى والمدن والبلدات التي صارت تحت سلطة المقاومة الشعبية، ما الذي يمنعهم من أن ينتخبوا قيادات وأشكال سلطة قاعدية أفقية تعبر عن المجتمعات المحلية؟ نعم. وتقودها وتنظمها؟ ما المانع في الواقع أنه يكون هناك انتخابات في التربة وفي الشمايتين وفي المقاطرة؟ ما الذي يمنع ذلك في الواقع؟ الذي يمنع ذلك أنه الهيمنة داخل معسكر المقاومة الشعبية هي التيارات السياسية غير شعبية، ولا تتعامل مع الشعب إلى الحشد، لا تتكفلنا. وهذه نعم. نفس تجربة ثورة فبراير، دكتور، طلبوا الجماهير أن تنزل للساحات كغطاء، ولكنهم يطالبون السلطة ويطالبون المجتمع الدولي بحلول، بدلا من أن يتم تأسيس سلطة الشعب من أسفل. نعم دكتور اسمح لي. نعم الفكرة هذه فقط يا أستاذة، لم أشرحها بشكل جيد. المطلوب في المناطق الذي أصبحت تحت سلطة المقاومة الشعبية تقديم نموذج للسلطة الديمقراطية الشعبية التي تقاتل من أجلها المقاومة. عندما نقدم نموذج أسوأ من علي عبد الله صالح ولا من الحوثي أو مثل علي عبد الله صالح الحوثي، وهذا يحصل في المناطق التي في الواقع لم تكن فيها مقاومة شعبية حقيقية، يعني نستطيع أن نقارن بين الضالع مهما كان خلافنا مع الحراك ومع بعض التيارات الموجودة في الضالع الذي تعكس نفس معادي للوطنية اليمنية. الفرق بين الضالع وبين مناطق مثل لاحج وأبيان أنه في الضالع القيادات والقوى اللي قادت وهي قوى شعبية استطاعت أن تؤمن سلطة وبالتالي تحافظ على الأمن. المناطق التي تم تحريرها بمساعدة مطلقة من التحالف العربي جزء منها رجع سقط تحت قوى إرهابية وجهادية. لكن دكتور يعني مثلا لدينا مأرب دكتور معن، يعني نموذج ربما استطاع أن يقدم هذه الفكرة التي تتحدث عنها. الميزة في مأرب وهي مختلفة في الواقع، في مأرب لم يقدم شكل الحكم المطلوب من المقاومة الشعبية، لكن ميزة الوضع في مأرب أنه جزء من قيادة الجيش من البداية كانت مصطفى ضد الانقلاب، وكان هناك محافظ في الواقع مسيس ومتجذر في البيئة الاجتماعية والقبلية، وكانت الوسط القبلي في مأرب، وهذا جزء من التكوين الحقيقي للمجتمع اليمني علينا لا ننكر ذلك ونستخدم لغة المستشرقين، وقف طيب ضد التغول الميليشيا الحوثية والصالحة. طيب دعنا نتواصل مع أحد أبناء مأرب دكتور ربما ليقدم فكرة يعني مقاومة مأرب كأنموذج. معنا الشيخ أحمد الشريف أحد رجال المقاومة في مأرب. مساء الخير شيخ أحمد. أستاذ أحمد هل تسمعني؟ ربما فقدنا الاتصال، سنحاول العودة إليك شيخ أحمد. أعود إليك دكتور معن، يعني أنت تتحدث عن أن مأرب لها فروقات معينة، هل حددتها؟ أنا الميز في مأرب وهي تجربة جيدة في كل الأحوال أن حركة الجيش والمقاومة وحتى الدولة البقايا ما بقى من الدولة ما لم تغول عليها الميليشيا الحوثية الصالحية حافظت على نفسها في الحد الأدنى، ووجدت قيادة سياسية متمثلة أساسا بالمحافظ استطاع أن بحكم تجذره في بيئته وفي منطقته أن ينظم مقاومة تستند على الألوية العسكرية أيضا التي انحازت من البداية ضد الميليشيات، وبالتالي قدم نموذج معقول، نموذج صمد ولم يسقط، وبالأخير تم تحرير أغلب تقريبا مأرب كاملة، وهذا نموذج جيد. لكن المطلوب ليس فقط العودة إلى دولة علي عبد الله صالح من غير علي عبد الله صالح. نفس الدولة نفس المصالح الاجتماعية والاقتصادية، نحن نتحدث عن ثورة فبراير، بمعنى أنه المطلوب تجسيم مشروع دولة فبراير بمصالح الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وهي جديدة في الواقع في الدولة. البداية الطبيعية لذلك للدولة المستقبلية أن يتم ترسيم ذلك داخل شكل المقاومة. إذا كانت دولة علي عبد الله صالح استبدادية ونحن نريدها دولة ديمقراطية، لابد أن تتسم المقاومة بالطابع الديمقراطي. إذا كانت دولة علي عبد الله صالح دولة أقلية ونحن نريد دولة شعبية، لابد أن تتسم المقاومة بالطابع الشعبي والاجتماعي وتعبير عن المصالح الوطنية الأساسية والمصالح الاجتماعية. هذا لن يحدث بشكل تلقائي أنه فقط مطرد علي عبد الله صالح والحوثيين والدولة سوف تكون كذلك، هذا أمر غير صحيح.
إذا الدكتور دكتور معن إن سمحت لي يعني نعم لقد عاد إلينا الشيخ أحمد الشريف نعود إليك شيخ أحمد الشريف أحد رجال المقاومة في مأرب مساء الخير. مساء الخير والعافية. شيخ أحمد يعني أظهر أبناء مأرب ربما أنموذجا مختلفا في المناطق المحررة حدثنا عن مشروع الدولة في مأرب. لم أعد إليك السؤال يعني مأرب ظهرت كأنموذج مختلف في مقاومتها خاصة بعد التحرير نريد منك أن تحدثنا عن مشروع الدولة الذي ظهر بعد تحريرها. الحمد لله الدولة تعرف من الحرب ما يخلق الله دمار لكن الحمد لله الدولة في مأرب مستقرة والاستقرار الحمد لله متواجد بخصوص التنمية وإن شاء الله يؤمن على أن نتوجه مثلا نطرح سلاح الحرب وناخذ سلاح البناء والتعمير على ما دمره الغزاة في مأرب. نعم. مأرب شيخ أحمد لم تشهد أي حالات انتقام تسجل يعني في المناطق التي تم تحريرها من الميليشيات أم أن هناك حدثت بعض الحالات وتم السكوت عنها؟ هذا ليس من اخلاق ابناء مأرب ولا ابناء الشرعيه لان النجاسه لا تتاخر بنجاسه احنا نحمل اخلاق حسب التعاليم الاسلاميه والالتزام هو للضعفاء وليس للابرياء لا وليس للابرياء فاحنا لا يمكن ان نمثل انفسنا بالغدار الذي قالت معاي الهدف على البلد وعلى الانسان اليمني احنا نكون آلة بناء فلا ننتجم من اي احد من سلم نفسه فهو امن فما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما دخل مكه اذهبوا فاسلموا الصلجة ولكن من وجدت الميدان مصيرها الهلاك مصيرها الموت لكن اننا نرجع على منازل نرجع على منشات نرجع لخربة لا يمكن هذه وليس من اخلاقنا ابدا. نعم. طيب شيخ أحمد يعني هل كان هناك دور للمجتمع في مساندة المقاومة في فعل التحرير؟ فعلا في لهم دور الناس الشرفاء في مساعدة القوات الشرعية على تطهير مأرب الدولة ما هي الشرعية والقوات الشرعية الجيش الوطني والمقاومة لا يمكن ان يقدم شيء بدون مساندة المواطن. نعم، اذا شكرا جزيلا لك الشيخ احمد الشريف احد رجال المقاومه في مأرب، كنت معنا عبر الهاتف. عوده اليك دكتور معن. دكتور معن انت تناولت في كتابات عديده عن على ان الشعب يجب ان يدافع عن دولته، برايك هل المقاومه الشعبيه استجابه لمثل هذا النداء؟ لا هي استجابه لتحديات الواقع طبعا. المقاومه الشعبيه في اليمن وفي الواقع المجتمع اليمني يمتلك تقاليد كبيره جدا في المقاومه وفي رفض الانحكام للاستبداد. لكن انا اقصد انه ونحن نقف مع المقاومه وندعو لها لابد من ان نتمتع ايضا بحث نقدي، هناك الكثير من العيوب. طبعا العيوب هي مسؤولية في الواقع الطبقة القيادية وهي جزء من ارث 30 او 40 سنة من غياب التيارات الثورية والديمقراطية وضعفها على مستوى اليمن والمنطقة والعالم. من عيوب ثورة فبراير 2011 ان الناس اكتفوا بالمطالبة بالتغيير ثم رهنوا هذا التغيير للطبقة السياسية التقليدية التي اغلبها تنتمي حتى على مستوى العمر الى مرحلة شائخة والتي ألفت نوع معين من العمل السياسي وتضع المعايير المحلية والإقليمية والدولية باعتبارها قضاء لا مفر منه. وبالتالي كانت هناك فرصة كبيرة في الواقع في بداية ثورة فبراير 2011 أن الشعب يستطيع أن يؤسس سلطته المحلية والجهوية وحتى القروية إلى وصول السلطة الوطنية بشكل قاعدي ومن أسفل وبشكل ديمقراطي. هذه اللحظات تم تضييعها في الواقع وصولا الى ان النظام القديم بعد لحظه ذعر الناس يتساءلون لماذا علي عبد الله صالح في الواقع
لم يستخدم الجيش في 2011، وكان المفروض انه اقوى وما يزال لديه شرعيه ما بخصوص وجوده في السلطه. الواقع لان الميزان الشعبي كان ضد علي عبد الله صالح، ولان الشعب كان في اغلبه موحد في الثوره. الاداء السيء للطبقه السياسيه القديمه والتي تحولت الى ممثل سياسي للثوره في اللقاء المشترك، وفي الواقع الحال الوجوه التي افرزتها ساحه الثوره وعدم قدرتها على استيعاب المهام المطلوبه، جعل الشعب وجزء منه تحت عوامل الاحباط، يعود جزء منه ليصطف وراء علي عبد الله صالح، والمستوى التطور الثوري عاد تحول الى جذر، وبالتالي تمكنت الثوره المضاده من ان تنظم نفسها بفصيل، حتى جزء من الذي كانوا في الساحات في الثوره انضموا لعلي عبد الله صالح، ليعودوا لمحاوله تكريس والعوده للنظام القديم بالحرب الاهليه وباستخدام العنف والطمع وحتى الفرد للاسف الجهوي والطائفي. نعم. طيب المطلوب الان، والمطلوب هو ممكن في الواقع، ممكن على الاقل في مناطق تمتلك تراث سياسي. نعم، دعنا نتحدث عن هذا المطلوب دكتور اذا سمحت لي دكتور معن. المستقبل حتى على مستوى مديريه او محافظه واحده. نعم، دعنا نتحدث عن ما يجب عمله بعد هذا الفاصل ان سمحت. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود اليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. دكتور معن، مرحبا بك مرة أخرى. كنت تتحدث قبل الفاصل عن بعض المطلوبات التي أو الضروريات التي يجب فعلها من قبل المقاومة وأيضا من قبل الساسة. أنا أقول أنه طبعا نحن نحاول، ومن موقعنا يعني من موقعنا الداعم والمؤيد للمقاومة الشعبية، محاولة يعني أخذ موقف نقدي من ثورة فبراير لمعرفة ما هي أنواع القصور التي سمحت للثورة المضادة أنها تستعيد المبادرة وتستطيع أن تجند قطاعات شعبية وقطاعات من الجيش والمؤسسة الرسمية حتى التي نفسها كانت قد فقدت السيطرة عليها. وبالتالي أيضا محاولة، لأنه إذا كنا نعرف أنه بالإضافة إلى العمل العسكري والميداني واستخدام الأموال، الآلية الأساسية للتحريض على الثورة وعلى المقاومة في اليمن هي ما يسمى باستراتيجية مكافحة الإرهاب. ما يحدث من سقوط بعض المناطق التي خرجت منها الميليشيات الحوثية الصالحية وسقوطها في أيدي جهادية يعبر أيضا عن الخلل الموجود في أدوات وفي وعي المقاومة، طبعا هو الدولة الرسمية بقيادة الرئيس هادي. المطلوب لها وهو ممكن، وهذا ايضا لكنه محل صراع داخل المقاومه، لانه هناك في الواقع تصورات مختلفه للدوله التي ينبغي ان تنبثق عن المقاومه الشعبيه. هناك تيارات داخل المقاومه وينبغي النظام من اجل ان يهيمن التيار الوطني الديمقراطي الشعبي الذي يريد ان يكون التغيير في مستوى جذري، ان يكون التغيير ليس مساله تغيير علي عبد الله صالح وبعض الافراد والاثناء، ولكن تغيير النمط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والسلطوي وتاسيس دوله تلبي المصالح الاجتماعيه والشعبيه والثقافيه للاغلبيه الشعبيه، دوله تعيد رسم العلاقه بين المواطن والدوله على اسس مختلفه غير تسلطيه. نعم دكتور، يعني ماذا تعني بالتغيير الجذري؟ هل تعني به تغيير اجتماعي سياسي؟ بالتاكيد تغيير اجتماعي سياسي، لانه احد اسباب قيام الثوره في الواقع، رغم انه الطبقه السياسيه والمثقفين حاولوا اختزالها في مساله الاستبداد، لكن الاسباب الحقيقيه للثوره تكمن في انه النمط الاقتصادي والاجتماعي في المنطقه العربيه وربما في اغلب دول العالم وفي اليمن نحن نتحدث الان لم يعد قادرا على حل المشكلات الاقتصاديه والاجتماعيه للشعب. أصبح ملايين اليمنيين، جزء الأكبر منهم من حملات الشهادة الجامعية، خارج النظام الاقتصادي والاجتماعي. وهؤلاء بالمناسبة كانوا المادة الأساسية لثورة فبراير. هذا النمط الاقتصادي بحاجة إلى تغيير. وبالتالي حتى لو نلاحظ الآن في الاتفاقات التي تتم بين المقاومة وبين القوى الرجعية الصالحية الحوثية، سنجد أن الطبقة التجارية، الطبقة البرجوازية في أغلبها الأعظم تقف وتمول علي عبد الله صالح والحوثيين. لانها تعلم
أن تغيير النظام حتى بجزء من النظام السابق، لأن هذه الرأسماليات والبرجوازيات بنت نفسها من المال العام ومن العلاقة بالسلطة. أي نظام آخر لم تتمكن مهما جمعت من أموال أن تمارس نفس النفوذ ونفس الهيمنة على الأقطاب. نعم دكتور، يعني عدت إلينا الآن. نعم عدت إلينا الآن بالسكايب دكتور معن. أود أن يعني أنت تحدثت عن أنه لابد من وجود حس نقدي حقيقي للمقاومة. برأيك دكتور كيف بالإمكان تجنب المحاذر أيضا الانحرافات التي قد تحدث في صفوف المقاومة، لأنها ربما المقاومة هي فعل شعبي غير منظم، كيف ممكن أن نضعه تحت دائرة معينة من الحساب حتى لا يخرج عن إطاره الذي وجد لأجله؟ أنا أتصور أنه جعل المقاومة الشعبية أكثر ديمقراطية وجعلها تحت سلطة ورقابة المجتمع والشعب هو الذي سيحميها من كثير من الأخطار. الأخطار طبعا واردة، وفي صراع نحن نتحدث عن حرب أهلية، والحرب الأهلية شيء مؤلم وشيء قبيح، وفي الواقع كل يوم يسقط ضحايا مرات في نفس اليوم في الجانبين، حتى مع الميليشيات الحوثية. هؤلاء ليسوا ناس جايين من المريخ، هما أهلنا وزملائنا وجيراننا لأسباب كثيرة اجتماعية وثقافية وقفوا مع التيار الرجعي الصالحي الحوثي، وبالتالي جعل المقاومة ديمقراطية وشعبية، وهذا قلت لك هو النموذج المطلوب والذي في وجهة نظري ممكن. ما الذي يمنع المقاومة أن تقدم شكلا أرقى من علي عبد الله صالح والحوثي في مناطقه ومن دولة علي عبد الله صالح السابقة للثورة؟ ما الذي يمنع من انتخاب؟ وما الذي يمنع في الواقع الانتخاب ليس على مستوى القرى والمناطق المحررة والتي تميز بكرة سياسية، كنت أتحدث عن الحجرية مثلا على الشمائتين على المقاطع، ما الذي يمنع أنه حتى في المناطق الجيش، وعندنا تجربة اللواء 35 برا في تعز، ما الذي يمنع أنه حتى على مستوى انتخاب قيادة المقاومة ضمن القادة المقاومة وضمن المقاومين، ما الذي يمنع أن يتم انتخاب حتى قادة الجيش في هذه المناطق من قبل الضباط المقاومين من قبل الجنود؟ عندنا تجارب في الواقع في الثورة، في ثورة 26 سبتمبر كان رئيس الأركان برتبة نقيب، في الثورة العالمية الكبرى في الواقع اللي قادوا المقاومة الشعبية الأعظم في القرن العشرين لم يكونوا ضباطا على الإطلاق. الأمير الخطابي في المغرب العربي كان صحفيا في صحيفة إسبانية قبل أن يعود يقود المقاومة، وهو قائد عسكري مقاوم وعسكري بشكل حتى نظامي جياب في فيتنام كان اساسا قانونيا وصحفيا ولم يكن عسكريا على الاطلاق، وهؤلاء نعم. هم القاده العسكري المقاوم في القرن العشرين. نعم اسمح لنا دكتور مان، ممكن على مستوى لواء لواءين ان يتم انتخاب قيادات عسكريه، وهذا سيكون نموذج للمستقبل ايضا. نعم صحيح، ان يجعل الجيش مش مؤسسه بيروقراطيه تحت عند هذه النقطة دكتور، يعني سأعود إليك، ولكن اسمح لنا ينضم إلينا أيضا دكتور الأستاذ محمد النعيمي الناشط السياسي. مساء الخير أستاذ محمد. أهلين، مساء النور. أستاذ محمد، هناك سلوكيات معينة ظهرت في المقاومة وأيضا يعني التي تمثل ربما مشروع الدولة، وكانت مأرب نموذج جيد، حيث يعني تحدث معنا الشيخ أحمد الشريف أنه ليس من أخلاقيات المقاومة الثأر، كيف يمكن أن تتحدث عن هذه النقطة؟ بشكل بسيط، المقاومة تتحرك لمساندة الجيش الوطني، الجيش الوطني جيش وطني مدرب بالادبيات العسكريه، بادبيات عسكريه وعلميه ومنهجيه محدده، تتوافق مع اخلاقيات الجيش كجيش وطني لا ميليشيات. تتحرك المقاومه في هذا السياق مع الجيش الوطني. يلاصق المقاومه مثلا قادات مقاومه تعرضوا للتشريد من قراهم او لتسجيل بيوتهم، ومع ذلك يتعاملون مع الميليشيات الحوثيه بعد دحرهم من المناطق بكل مدنيه، يحافظوا على ممتلكات الناس، يحافظوا على حقوق الناس. هذا هو السلوك الذي سيغير شكل المقاومه من سيغير صوره المقاومه عند الناس، انها ما تصبح ميليشيا، انها تصبح المقاومه تساند جيش وطني. نعم طيب أستاذ محمد، يعني هناك حكاية كثيرة وردت عن أخلاقيات المقاومة في مأرب، ربما كان أبرزها الشيخ خالد الأقرع الذي عاد لحماية منزل من فجر ومنزله، هل حدثتنا عن تفاصيل هذه الحادثة؟
قبل حكايه الشيخ خالد الاقرع هناك قصه اخرى في مأرب تحديدا في مناطق الاشراف، كانوا الاشراف يساندوا الحوثيين وهم من حاولوا ادخال الحوثيين الى مدينه مأرب. حررت منطقه الاشراف من الحوثيين ووزع الجيش الوطني افراده على بيوت وممتلكات ومزار على اشراف لحمايتها. بعد ذلك تحركت المقاومه الى جبال قرود. قبل اشهر داهم الحوثيون قريه الشيخ خالد الاقرع وفجروا بيته ونهبوا ممتلكات البيت. وصل خالد الاقرع بمساندة الجيش الوطني الى قرود والى بيته، وصل الى ركام بيته وقال هذا هو بيتي، لن اتصرف كما تصرف الميليشيا. بعد ذلك تقدمت المقاومه عبر جبال قرود الى وادي ملح. في وادي ملح يوجد منزل الهاشمي الذي يدعى مراد الوزير. بعد ان وصلوا الى منزل مراد الوزير، امر خالد الاقرع وهو مش شيخ بس، هو قائد كتيبه في الجيش الوطني طبعا، امر جنوده من الجيش الوطني بحمايه ممتلكات بيت الوزير وحمايه بيوتهم، ووجه بعدم التعرض لاحد منهم، وساد الامن والامان المنطقه كلها. نعم، بهذه الأخلاقيات بالتأكيد لو التزم بها الجميع سيسود الأمن، أن يكون مشروع الدولة حاضر حتى على مستوى المقاومة. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد النعيمي الناشط السياسي. عودة إليك دكتور معن. يعني دكتور معن، أنت كنت تتحدث أنه لو شكلت ديمقراطية حقيقية في بعض المناطق المحررة ربما لكسبت هذه المقاومة ثقة أكبر من قبل المجتمع ولتقبلها بصورة أكبر. ما رأيك يعني بموضوع تسليم السلاح للدولة في المناطق المحررة، ومدى يعني كيف يمكن أن تجعل المقاومة لديها هذه القابلية بأن تستلم الدولة السلاح وأن تكون هي المهيمن على الأمور الأمنية؟ هو في الواقع طالما نتحدث عن حرب وعن مقاومة، من المبكر أن يسلم المجتمع سلاحه إلى الدولة. ربما يكون هذا الأمر ممكن في العاصمة المؤقتة عدن ولأسباب معينة، أما المطلوب هو تسليح الناس، تسليح المواطنين، وليس أخذ السلاح منهم. الإشكال أن الطبقة السياسية اليمنية في السلطة وفي المعارضة تتشارك عدم الثقة في المجتمع، وبالتالي تريد من الناس أن يأتوا للحظة معينة إلى أن ينتهي دورهم ثم يعود يقعد السياسيين الكبار المفروض أنهم فاهمين كل شيء ليرسموا مستقبل البلاد. ما هي ضمانات الشعب اليمني؟ ما هي الضمانات الحقيقية بأن الدولة التي ستشكل في المستقبل سوف تكون ملبية لمصالح اليمنيين ومصالح الشعب ومصالح المقاومة الشعبية؟ الضمانة الوحيدة أن يتم تأسيس الدولة المستقبلية المنشودة من الآن، والضمانة أن تقدم النموذج الإداري والسلوكي والمالي والاقتصادي من الآن في المناطق المحررة، والضمانة إعادة تنظيم المجتمع في شكل إدارة غير سلطوية تمكن اليمنيين جميعا في المناطق المحررة حاليا وفي كل اليمن لاحقا، تضمن لليمنيين جميعا المشاركة في السلطة وفي الثروة، الثروة المشتركية. أساس الصراع الأساسي هو اقتصادي واجتماعي وتعبيراته سياسية وثقافية. نعم. إذا كنا سوف نسلم كل شيء للدولة، هذه في المناسبة كل الناس يعرفون أنه جهاز السلطة ما فيها السيد الرئيس عبد ربه هادي منصور جماعته ليسوا موثوقين، وهم من النظام القديم بدرجة أو أخرى، وبالتالي هذا الحديث إذا كنا نفهمه في العاصمة الاقتصادية عدن لأسباب ظرفية معقول، أما في المناطق الأخرى مطلوب تسليح الناس. بالعكس، مطلوب انخراط أكبر قدر من المواطنين في التسليح وفي حملة سلاح ليتم إرساء سلطة شعبية وليس دولة تأتي. حتى دول الإقليم سوف تكون الدولة القادمة في الواقع إذا تم تحرير المناطق عبر الجيش التعارف هي خاضعة للدول الإقليمية، وإذا تمت عبر التمويل وسلطة الأحزاب السياسية الحالية وإخجال العهد القديم سوف يكون الدولة القادمة خاضعة لهم. أقصد إنشاء سلطة شعبية في المناطق من أبناء المناطق بمصالح بإشراف من تكون ومصالح القوى الشعبية. بإشراف من تكون دكتور؟ الإقليمية طبعا. بإشراف من تكون هذه السلطة الشعبية؟ هو السلطة تنشأ من تحت بإشراف الناس العاديين، في كل قرية الناس ينتخبوا سلطة معينة، في كل مدينة صغيرة، والمسألة ليست بيروقراطية، هناك شعوب. بالمناسبة حتى في الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر كان هناك الكثير من المبادرات الشعبية. الفارق أنه كان العالم كله في مرحلة تقدمي وثوري، بينما أتت الثورة العربية الحديثة في مرحلة جذر وفي مرحلة تراجع.
تم انشاء الحرس الوطني في اليمن، وتم انشاء النقابات، وتم انشاء الحرس الوطني في اغلب مناطق الوسط والجنوب بمبادرات شعبيه في الواقع. نعم، اذا دكتور معن للاسف يعني انتهى وقت حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لك دكتور معن دماج مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء، كنت معنا عبر سكايب من تونس. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم في هذه الحلقة من المساء اليمني، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.